بوي. ومقلع فرانكو بيلت مش مقلع برو يا فرانكو. فماش سيزون اثنين شنية بتاع الدمار برو. معاش تحكي على الدمار حنش سأل طفل الأم الحامل من هذه بدنيا قتلوا فوق على تحبيه قتلوا بالطبيعة قال أعمل عليش بلعتي قتلوا بوك بالعول استغفر الله العظيم. حيت دامن يا بوي حيت دامن صاحبي وينهم الوليد وينهم الوليد دامن يا عارف وينهم الوليد. كل عادة بشيت يترينا شوية أخوي. سليم يا بوي سليم صاحبي اخوك من ليبيا واحلى فرنك احلى اخو من ليبيا. سمعنا كلام عن جدود ليبيا صاحبي رب تخليك بالحب. تصبح خير. نهارك زين صاحبي شو فيك داير على اثنين كيف نفسك؟ صغير يا والله نفسك كستي يا صاحبي عندك كستي؟ اه زين والله زين. Tu n'as pas testé? Non, je ne l'ai pas. Tu ne manges pas du testé? Nick. Ça fait snack. Qu'est-ce que c'est que ça? Snack. Pizza va rester. C'est pizza, bro. مخصوص عربي هذا مخصوص عربي في خبز في البي في البيت في الزيت عقب الواحد تخلص كي يدي بيزا كي كامو يلا يا السيد يكتب في خبز طماطم قال لي بيت اللي عندكم بيتزا في كندا. ايش كنت معك لينك؟ ايش بيها التروازية من بيتزا الزيت؟ ايش بيها قدك؟ صباح عريف ايش انت؟ صباح سميع متاع البيتزا يا ابو العريف اللي تحكي على البيتزا اوكي؟ مش معك سنجية تحكي معي انا انت وديت؟ اه انا بيسة البيت بوه عليك البيت بوه عليك كبيرت ريت تصويرتنا انا وياك عزلت عني في الصالة عام 2017 بازم مقلعين نسيت او نسيت بعد كنت تصويرتنا انا وياك وبيبو في لابتيت جرونوم ماري وينك وينك عاملين واحد ما وصل نتاع النكته خلط عليها هذاك يقول ما تضحكيها يا زياد يسيب الراجل محليها النكته بتاعو تضحك على الاخر ما ضحكنيش خاطر راسي يرجع فيا هذاك عليه اما ضحكت راسي يضحك انا ما عادش نضحك من هنا وليت نضحك من هنا خليت شانتي فرانكو كي طلعت واقع ولد خالي بالحق ترى كل شهر كذب بس ما بدني منظر كيف منظر لطفي يا رب ليش جابوا بيه بردي بين طفل العقل ها شنو هاك يا لدي يا لدي ولا لطيحوا بحدي قصة من بني بين طفل العقل ايه يعني لما حالي مريتش وجهه ومبين عقل عقل خلق رب هاي الخضرة بلا على سينو بابا يا ودي يخسرك الدخان تبي تقول واحد محروق تقول لك ايش اسمع ذيك اللي يعمل فيها الفحم برو تعرف كيفاش الفحم يتخدم نعم كنت اخذ في الفحم قبل كيفاش تخدم في الفحم يسد اللوع يا حلقوه ما زولي بحب مسكيكة
اي كيفاش 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 فما خدمه فيه بروره وخدمه يحرقوا تحت التراب ظهر يحرقوا تحت التراب في بالي هكا يغطيوه يا ولدي ريت الواحد يغطيوه صح يغطيوه بالتراب اي غطيوه بالتراب بعد ناحيه التراب يلقاه في حمام صح صحيح او جيت صاحبك ماريو ماريو عزيزي وينك يا ماريو هاني تاكل خبز بطماطم ناكلك بقول لك مش بطماطم بس ماني باش الخبز بطماطم فهمت بقى عايش في الكاميرا بدا وجعان زي خبز بطماطم فات انا خبز على جنب بروح انا خبز شوف بيتزا وكشيفس الزبي ولا شو اسمه هذيك هذيك سحبه الشوربه ولا ما عرفش اسمع انا خايف لا يدور على ماكله الكلب مش عارف الزب يموت الكلب كيك من بعد ما اسمعي في بالي ديه مردوم مو بوباه شيخيني حق الويب ما يعرفش مردوم اسمعني بوباه حكينا نكته حكينا شعرك بالمردومه واختك جيبونه وتعيط سي ابي حق الويب بالليل اسكت تعرف هو عرض بابا ان التليفون بدماغي يخرجك من عندك سي ابي يلا سي ابي اوريك الباب والله رغبت هذه نعرفها لا تعرفني هذا في الاوضه في نقطتك صاحبي هاي صاحبك كيف يا تاوانين انا سي ابي هو مو شعر بس خسر غالي الشدة من فوقك الغالي يخرب علي الموضوع علاش تعال تحشيري مانيش باش نمثل في الكليب ولا شوي شوي عمار اشتهي الكرسي الصغير هذاك اللي عندك هذاك كرسي كنتك تبدا بجنبي نوكل فيك الله يرزق الله يرزق نسرقها يا ماريو شو سعفس كول انت مسكتي كله تتكلم من بكري ويحسب لك امك ساحب على وش خسي يسر الغالي يسر يا ماري يلا يحب يخرج لك بالتليفون عليه يا ودي هو غنى غنية نعرف الكيكك يا ننسب في السيابي يا الزب ماري شجيك قصف مني انا حتى من جورة السيابي نعرفهم اكثر منه متخاطر عليها متخاطر عليها كل سنير اللي من سليبيتها شنو يعني سليبيت انت تكحل على سليبيت عاد انت عاد كل ليلة تعطيني الكونترول دو بتاع زبوبة شنو كونترول دو هذا الكونترول دو يا حيوان كونترول دو شنو كونترول دو هذا كلمة باليابان ما تفهمهاش روح معي بلاش معي نحسك عندك فرنسي وحدك تحكي اي عندي فرنسي وحدي نحكي يلا يا زبيك ما تفلانسي وحدك قاعد يحفظ بس قاعد يحفظ في اسامي الجوهرات علينا من موضوع الكورة أنا موضوع يقلل بيزي صاحبي هذيك حساس هاي عطينا الكورة يا ماريو عطينا الكونت غانزو بتاع الحكاية هاي أخوي أنا نعرف واحد اسمه سيدي دي الدين العبيدي هاي يا سيدي قل لي ليه اللي قل لي ليه قل لي ليه شايخ روحك احكي أنا اسمه فيك برحمة أمك مش فما ذي جوار اسمه ذي الدين العبيدي بس تنس مني الإجابة بس قولك أي ولي أبعد اسمه فيك اسمعني انا عبد العزيز الاروي يا ولدي ابن من الكوره برو علاش هيك يخلص الكل هالزب تحكي في الكوره ما كل واحد يحكي على جمعيته سايبونا من الكوره من الغنيه اللي غنيته حنت بالكليتوس خويا كيف الكليتوس تحنت مو ساعات يطلع لي كومنتير ماري هو قاعد انت وحدي ما نتنكنا في داخل صار ناني قلت لك الزب مسكينة ما شفتش روحة هزميك شفتش روحة الزبورة مسكينة زاد كل الزبورة ما بنك لها انت احلى كنك لي في التصويرة
هذه ريت في تونس، في بلد في تونس يعشقوا تصور من جوجل ويعشقوا كتصور بالكتيبة وزبي وتجي حل أحلام حلومة وسيرين سرونة ومريم مريومة وكل في وكل في فانفونة وكل سامي يدخل من كل حاسين وليت كان نهار توصل كم السميلي نيلي كم السميلي الساعة كان توصل نهار تحكي مع واحدة في الكام قسموا بالله الدقوس وساح ولا دقوس عليه يا زب خلقها ربي حرام علي شوية خلقها ربي خي خلق تروح هاي انت شو مدخلك انت في الموضوع هذيك قال له خلقها ربي خي انا نحكي على الخليقة انت عربي ياسر طلعت برجو ليه ياسر طلعت حقا نحكي على البروفيليات انا يبهيم ياسر يا اخوي ياسر حقا وجهك مات تحكي يا 2017 في في فانفون أشرف شروفة تجيبونا بوبا الصب هذي بوبا يجي طوي عاود يحطك في بيج يا خلسا بلي يجيبنا بوبا 2070 الباباراتي شكون هو ذا الباباراتي ترى أطلع أطلع صعبة يزيب عملت لي مشاكل ومشيت صعبي والله والله يا مازل مسموط بس شوفينا كيفاش الزبي قاعدين نسمروا في البحث نخليكم انتم الزبي في الحالة اسمع اسمع زعزيع ايش كان نسمع فيك برا بتاع اسمعني خلينا نحكي مع زعزيع برا اعمل شوية سبور قبل ما تلقوا البر لا خلاص شكرا برا طب كر علي انت ولا برا بركة انا معاك في اللايف يمشي ستايك يا ماري يمشي بركة بعد ما كريت على قليلة نيك جارية والزبة تينا جارية انا مستور اخذر شو دورت علي انا مستور الزبة دانا دانا القبض بتاع سوكي في الليل تاكله صح الخويا صح صح الخويا ان شاء الله تاكله وانت بتبعتك مش تخرها فما وعدك كذب يا اخي بوبا نقص في مخه زيد قص والله تعرف هذا سؤال احمق من شخص عبيط بس يحرد يعني خدت النورمال موم بوبا اكيد اسمع اسمع بوبا موسين علي هذيك قالوا لنا اخوكم معاق معاكم ما تخشوش بوبا برجوليا نستعرف بيك نيك 10 بوم بيرتا لا يا عزب تكرر لي عزب اسنين ربح حاجة انت عزب عشر ابو بيت وانا تنقل لي اسنين ربح انا اقول اسنين ربح بارا تنقل لك اشتري بحام العشرة بومبيت يزي يزي للعبيد هامش على العبيد يقول و... ما نحلكوك اهبل يا ود عليها كي انت على بيلك بالعبيد تتمانية كام العشرة بومبيت بعدو يا اخوي تعرف كيف اعمل تسعة بومبيت عبت للسومة لا عمل اعمل بركة حبيبي يا عم حلمي ساج تربح على عزبة بجي وبوك بش تربح على عزبة سبتك نحك فوق اهبل تربح عزبة يا بوبا واحد كتر لها بالرباية ما يحل في الجدار كما يدق البيت تشكوني سوكي أحلى شادير يا بوي حاسين وين نقعد نقعد نقرأ كومنتريات هنا نسكت وبوبا وماريو يحلوا مع بعض شو بوبا يحلوا مع بعض ولا أقل بلي ورينا وجهك شو ورينا ترمتو ماريو المرة الجاية سيبا ورينا وجهك زيدي مرتين المرة الجاية بشي عاد علينا ترمتو استنى تنيني في بوبا نحن في بوبا فرانكو شنو جمعية ما عندي الجمعية ساعة في كندا وحنا كونيكسيون ما بالك تونس يا فرانكو وسيت تعلي بليت
البلاد برج وليا غايت برك الله خويا حلا جنك معاك عندك الكونيكسيون متعكعك الجنة ما شاء الله مش كيما ديما صافي شفتوا كيفاش ديما صافي اسمك برك الله مش كيما بوبا يزبي في الريف ولا حويس اسمع ظهلي بوبا ظهلي بوبا يعيش على الحدود انا اعطيك من الاخر بوبا يعيش في اخر المودام ريت المودام بوبا في اخر عيش بوبا ظهري فاميلة المرأة ديوانية على الحدود حبوا ترمة ماريو يا بوي احلى ترمة ماريو احلى لاي لاي شنية برو بوبا قالك اسي تيوني اجو تيوني فلان اكتب لك اسي تيوني ننسى راني ديما بالرسمي ننسى ما تفقدش يا لا يشبيه فونيات أبرو عمل رياكسيو على أفير إن شاء الله نشوف على الذكرى فهو بيخير في رقم محلوة يا بيه تنجح كليعك بالرسمي كلي كل شيء كيفاش تاو يا ودي ذاك يطلع بشورين اللي هو عايش في الخير يا ودي صديق عني بيه نظر صديق يا خير لهم يا زينو عايش نرم اسأل الله يا وك عنده زبالسات هو الخير بيدو يا برو يا ودي تبارك الله يا ودي ربي صالي حل الزكا معا اسي خيقي ظاهر ميبو سيدي حسين ليا روح دال ماريو يا قحبة ذاك هو اللي عرفتني فيه شلوه ماري يا قعب ماذا بسوش انا تحبه هو بيبوع مش اي الموضوع عليك موضوع صاحب انا لفظ على موضوع بابا يا صحا يا جبريزي يا لايا راح على الزكا يا جبريزي يا لايا يا جبريزي يا لايا صحرها الكل هاي تو تو تاليزي يحسبه موجود اكتب له اكتب اكتب حالي يا مرة أمور تلكم أنتم تشبوه ليه بيجي من الموضوع رجعت تترين أبرو ليه ساهم مشيت للسالة يا خير أو واحد شكا ماري وربي تحفي الكونيكسيون قصد ليه يا ودي نسمع فيك الزبي شبيه هذيك الطحيبة الدورة اللي عاملها راه ما تكسلوش ليه الكونيكسيون ماري يا راه يا ماري وحلا معك الكونيكسيون قص لضوي قص ديما تضحك ديما فرحان دي ما عامل جو صحك بس نعرف شو كيف ماني على خاطر نعرف الدات اختيش انتي باش تتنيك فيه على ذيك انا فرحان 69 كسر ونيك في الكل كسر ونيك كنتي يا ربي عنان يا ما اختيش تراك واشتتا نار العيد صح على سكون واشتتا هاي الحكاية ايش على سكون على ماريو غنى عليك واستتا عمر شنو عمر غنى عليك واستتا خي نعرف عمر باش نعرف واستتا بابا فما واحد قال لي هبت بابا وطلعني اياه طلع الرب فيني قوخ قرب وطيطهر أكبر الله العظيم ماني قصك ينزل من الرب الرملة يا بشلور يا حسرة على الرملة أهو الكرم حومة واحد سكران حل الثلاجة بقوة شف فلان فلان يرعى الشيخ يقال له ما تخافش باش ناخذ وزي وزي يا فلان يا ماريو السرفي راه وريقت توا قال له شوفوا لنا السرفي ليه قد ذيك الساعد الثاني قريب البنة مع اللي بالإطلاع ماري يعني حدر سرقي قلق ليك شكون بتاع الزبية ذي في البلاد خير الدين ليه يجا بريفي خطلك سارة 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 نمي يا حبيبي شو يا ماريو يا ماريو شو الكفر اوكي اوكي كيفاش الكليب في الاسلام جن شو الكفر يا ماريو شو شو بشير ده اسمه بشير ده تاكل العشية بعد يوم بلاك كلب راو مش فكرون يا بوبا يا صدقوني ليك ليك لوش كفية حزين ويقولون ايك مقرب اخرى عزين
الكل ولا يتيك الجو هذا. تيتيك بس عند بوبا هيك تيتيك بس تولي الالتيريت ما يبالك الكلب ما يروح روحه ويبهت شكل حاجة جديدة اللي جبت الله يعطيك عصر يا عيني على الإضافة ما تكبير انت لذلك عليش تعالي انت كي تخزن روحك للمرية تعرف روحك كلب اوه انا دي ما بقى في وجه باري وجه حالي تكبر شوية عندي قطعنا تشم في بلاستي طوي شتطلع مدمن الكلبة مسكين جزاء مدمن هاي مسكين هذيك نزيد عامين تعمل لها كونت اونلي فانز تلبسها زبي دبي اسيت تعمل انت عاك عايزة فما برشا يعشقوك ليه اي والله اذا نعمل لها اونلي فانز انا وياه انت وياه بوبا برجولي زبي كان يقولوا لك نعطيوك برشا فلوس تعمل اونلي فانز دي شكون خلق مش عامل اونلي فانز عامل كونت يعطيك عامل كونت بيجير خويا اللي زابو ليه عم يتخلص وبيجير يعرف يروح على عبيد دار كامل لا اجيب عمر تذكر اخد اصور في القليل تسمع ماري تسمع يا خويا اسمع ذاك ما نستغرب منه شيء وبلي فيش تعري برو فيش يعري حسب لك في ساكن هذيك بالفلوس لازم تخلص كاس دولار في الشهر باش يعري لك بسيط اوه لا بدو تعريها ب 15 دولار برو الواحد برك الواحد ب 15 دولار عنده برشا بوليات بلي اه ما فيش لازم تياك بوبا اللي فات باز اسمه كيما ميكايال باز اسمه اخر مش بوبا اسمه في اللوني فانز بوبا حاجة رجزية اللي خلقها المعلم سيء سيء اخرنا اخرنا كل هذا يا يا اخرها يا ودي يكتب الكونت بتاعك يا اخي كم شكرا ما كلمات 15 دولار على الرأس بوبا 15 عندك كونت ها عمر استاذ عمر ولا عند ولا عند كونت ريت ولا باي لايز اسمع شيء تختار البيض معايا نختار تتاوات ملا معلم مكب شو اللي خلق خلق بيه في تيري بوبا بوبا يتاحا ماري 20 دولار شو فتن تقول انا مش صحيحة انا بتمخل العبيد ماري وشك النوع ها ماريو في عشو بيش تغير بيش تقلون على الدرك يا ماريو يا ماريو انت يتي حيزي اسمعني يا ماريو تعيش انت مشكون يا ماريو وين نملك ليه باي بصوغي اوكي راشلك عييت لك مار اسمع طب رجولي طب شو زي مزبور دارك شو تعمل واحد كيفاش كيفاش دخلها للدار زي مخرج امي وين دخلها كفرانكو كفرانكو قال لك فما واحد عنده سبع اولاد سبع روح سيفن اب ماسك اللي يكتبها بنيت قال لك ماري انك 200 تحن والله تقول علي حال والله يا ودي لايف كامل محنة تقسيمه بالله لايف على عزة زي محنة تحنيت اللي هاي وماله كايد ها بدي حطينا الكلب مرتخ بجنب الميكرو ومشي
ياك الزكم هناك التفاح. احنا بحضر الميكرو والزك. وين بعده الكلب وين بعده؟ خليه يمشي حسين. يا كذاك تعبير بني لو لو طحت الجزيرة. تقول ويزي بس تستر ربنا ويزي. ويزي يا كوكا. بديك شوف الكلب قول ويزي بس مرتيح معي. تقول أجواء. واسه يا بوبا سيسليانو اسمع دور الكلب دور اسمع عاد خليكو بعد عاد فرانكو واحكي معه انت يفهم كثير فرانك بس في عادنا مش نتسكر في الاربعة ويزي انت هاو يزي سعد هاي برا يا جماعة نمشي نرقد ونحن طيبنا برا برا على خير على خير